المباراة الثانية اللي هي طبعا الهجر والهلال، اشوف الان طاقم تحكيم عبد الرحمن الاحمري مساعد الحكم الاول ناصر مظفر وفهد العمري وبدر اللي هو محمد الهويش. طيب كم حالك كابتن فلان؟ شوف الان هنا عندنا تقريبا 6 حالات في المباراة هذه. اول حالة عندنا بدقيقة 25 طبعا مخالفة لمس الكرة باليد، الحكم شاهدها والمساعد طبعا اعلن معاه المخالفه واشار بطاقة الصفراء، قرار سليم. توضح لنا الان في الاعاده، شايف الان لاعب الهلال لعب الكره باليد، مخالفه واضحه، قرار سليم من حكم المباراه. الحاله اللي بعدها الان شاهدها هنا، في دفع باليد او بالذراع من لاعب الهلال اللي هو اسامه هوساوي، اذا مخالفه صحيحه هنا، طبعا خطا من الاخطاء الـ10 لا تستوجب بطاقه صفراء، ولكن قرار الحكم سليم في اللي هو احتساب المخالفه. طيب اللي المخالفه بدقيقه 30 شاهد الان هنا مخالفه لصالح فريق الهلال على لاعب الهجر، قرار سليم، خطا من الاخطاء الـ10، ولكن مفترض الحكم منح البطاقة الصفراء للحالة للتهور من اللاعب. هنا نفس الحالة نفس الشيء، هنا احتساب الحكم مخالفة واشهر البطاقة الصفراء، قرار سليم من الحكم للتهور لاعب هجر. شايف الان دخول بتهور، كان المفترض ان يحصل على بطاقة كافية، اعطى بطاقة الصفراء، كان يفترض ان يحصل على حمراء مثلا؟ لا البطاقة الصفراء كافية، يعني قرار صحيح صحيح، ولكن السابقة اللي قبلها ما فيها بطاقة. الآن نشاهد الحالة اللي هنا، طبعا دخول بتهور من لاعب هجر، الحكم مفترض على الحكم أن يتدخل والحكم مساعد بسرعة بين فك الاشتباك بين اللاعبين حتى ما يحدث اللي هو تراكمات. طبعا أشهر بطاقة الصفراء، قرار سليم على اللاعب رقم 8 من فريق هجر، قرار سليم من حكم المباراة، بل المفترض أنه بس ردة فعل الحكم أسرع. طيب نشاهد الحالة اللي بعدها إذا ممكن، هذه الحالة اللي تكلمنا عنها الآن، شوف الدخول بتهور، دخول بتهور، حصل على بطاقة صفراء، قرار سليم من حكم المباراة. الحالة اللي بعدها الآن شاهدها الآن هنا مخالفة صحيحة، طبعا اللاعب هاجر متجه المرمى ولكن لم يتحقق الفرصة الكافية أو الواعدة جميع الشروط، أعطى البطاقة الصفراء، قرار سليم من حكم المباراة باحتساب المخالفة وإشارة بطاقة الصفراء لوجود المدافعين في هالحالة. أنا أشوف المدافعين موجودين، لم يستحوذ بشكل كامل، لم يستحوذ ولا يكون مسيطر على الكرة، إذا قرار الحكم سليم في هالحالة، مخالفة وبطاقة صفراء. شاهد الحالة الأخيرة، نعم نشوف هنا، طبعا هنا مثل ما نبهت على الحكم، مفترض على الحكم تكون ردة فعله أسرع بالنسبة للاشتباكات اللاعبين حتى يفك الاشتباكات بأسرع وقت حتى ما تتراكم الأخطاء أو تزداد البطاقات في المباراة. هنا سقط اللاعبين هنا ولكن الحكم كان مسافة بعيدة، مفترض على الحكم أن يدخل بين اللعيب، يتدخل يفك الاشتباك بين اللعيبة. الآن لا يحدث أي مشكلة بين اللعيبة. طيب هذه اخر حاله في المباراه اجمالا. طبعا هذه الحاله الاخيره، نعم هذه الحاله الاخيره الان، هي نفس الحاله امتداد الحاله اللي السابقه.